مشاهدينا منرجع منكفي البرنامج، وطبعا منكفي لقائنا مع استاذ مدحت كريدي، استاذ اللغه العربيه بجامعه نيويورك. استاذ مدحت، قبل الاعلان ذكرنا انه في فئات عديده من الطلاب اللي بيتسجلوا وبيلتحقوا ببرنامج تعلم اللغه العربيه بقسم دراسات الشرق الاوسط والدراسات الاسلاميه. من هالفئات اللي ذكرتها، من هي الفئة اللي بتعتقد الطلابية الأكثر جدية بتعلم اللغة العربية وليش؟ بداية أريد أن أقول أنه في إقبال شديد على دراسة اللغة العربية، لأنه أصبح موضة فاشنبل بسبب الأحداث اللي تدور حولنا. فاشنبل، ونحن بعتقد ولادنا أوقات بيقولوا يي ما بدنا نحكي عربي. لا، مع أنه الأمريكيين والعالم الأمريكي بحب يتعلم اللغة العربية. فأحيانا يسجلوا أسماءهم لدراسة اللغة العربية ولا يعرفون، زي ما بيقولوا الإنجليزي they don't know what they're getting into. فلا يدركون أن العربية ليست لغة سهلة كبقية اللغات. فهؤلاء الطلاب لا يدومون كثيرا، يعني ربما في منتصف الفصل الدراسي يتخلون عن الدراسة. They drop out. بالنسبة للمجموعة التي تستمر في دراسة اللغة العربية، بسبب طبيعة اللغة العربية وصعوبتها وانشغال الطلاب بمواضيع أخرى، لأنهم لا يدرسون اللغة العربية، واللغة العربية تتطلب استثمار الوقت. إذا لم يكن عندهم وقتا كافيا فهم يقصرون في دراسة اللغة العربية. فمن حيث الجدية أستطيع أن نقول أنه الheritage students ملتزمون، هؤلاء الطلاب ملتزمون، لسيما بسبب ربما تشجيع الوالد والوالدة على دراسة اللغة العربية، فأجدهم ملتزمين أكثر من غيرهم. الطلاب الدراسات العليا كمان لابد أن يكونوا من الدراسات العليا، لا يستطيع أن يكون أن تكون نتيجته نتيجة خفيفة في حد معين، لابد أن يبقى عليه، فهم أيضا ملتزمون في دراسة اللغة العربية. بالنسبة للطلاب المسلمين الذين يريدون دراسة اللغة العربية لمعرفة القرآن كمان ملتزم، ولكن بصورة عامة ستجدين خلال الفصل الدراسي من يهمل قليلا بسبب ضيق الوقت، بسبب انشغاله في أشياء أخرى، وللأسف هناك كثير من الطلاب يضطرون إلى العمل إلى جانب الدراسة، وهذا يؤثر على دراستهم بصورة يعني. بس من جوابك استاذ مدحت بنستشف انه الوقت يكون الاهل عندهم هالاولويه لاولادهم بتعلم اللغه العربيه، عم بينجحوا الأولاد وعم ياخذوها بطريقة جدية أكثر. يعني من هون، من خلال من منبر البرنامج، ضروري نوجه كمان نداء إلى الأهل يلي هن يمكن عم يحضروا البرنامج أكثر من أطفالهم أو أولادهم. صحيح. بأخذ تعلم اللغة العربية بجدية، لأنه اللغة هي اللي بتحافظ على الإرث والتراث والحضارة والثقافة. لا شك في ذلك، لا شك، وأنا طبعا أشجع هذا وأنا أولادي بالذات طبعا شجعتهم على دراسة اللغة العربية، وكنت أدرسهم اللغة العربية بنفسي قبل أن يلتحقوا بالجامعة، ودرسوا خلال سنة كاملة اللغة العربية، ويستطيعون التحدث الكلام العام، إنما مناقشة مواضيع جدية صعب عليهم طبعا التعبير عن نفسهم، ولكن الكلام العادي والمبادلة المجاملات والتحيات هذا شيء يستطيعون القيام به بكل سهولة. نعم. خلينا نحكي من خلال خبرتك استاذ مدحت عن الأمريكيون العرب. برأيك من هم الأمريكيون العرب؟ الأمريكيون العرب، وأريد أن أؤكد على كلمة الأمريكيون العرب، لأن الفكرة هي أمريكيون من أصل عربي. نحن لا نتحدث عن الجيل الأول أو الجيل الثاني. الأغلبية الساحقة للأمريكيين العرب هم لم يعيشوا إلا في أمريكا، ولا يعرفون إلا اللغة الإنجليزية، وهم عرب. لا أريد أن أقول هم عرب، هم أمريكيون من أصل عربي، من أصل عربي وبهذا الترتيب، وولاؤهم لأمريكا. وأريد هنا أن أذكر حادثة وقعت أمامي ولتكون نصيحة لجميع الأمريكيين العرب.
إذا واجهوا مثل هذه الصعوبة. تفضل. في أثناء الواقعة أحد الأمريكيين العرب كان ينتقد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في الشرق الأوسط، فجاوبه أحد الأمريكيين: إذا كنت أنت منزعجا لهذه الدرجة لماذا هاجرت إلى أمريكا؟ ولماذا لا تعود إلى من حيث أتيت؟ فطبعا ارتبك ولم يعرف كيف يرد. ونصيحة، هذه نصيحتي لأي شخص يفعل هذه الأشياء، لابد من التمييز بين أمريكا كدولة وأمريكا كحكومة. أمريكا كدولة لها دستورها، لها قيمها، لها مبادئها، لها ميثاق الحقوق Bill of Rights، وكل هذه الأشياء نحسد عليها نحن الأمريكيين. فلابد من التمييز بين أمريكا كدولة ونحن لنا ولاء كامل لها. الحكومة شيء آخر، الحكومة أحيانا تنتهك قوانينها ولا تحترم أحيانا القوانين الدولية، ويحق لنا كأي أمريكي آخر أن ننتقدها. فعندما نواجه مثل هذه المشكلة أو مثل هذه الحادثة مواقف. هنا أنا لا أنتقد أمريكا، أنا أنتقد الحكومة الأمريكية، وهذا فرق كبير بين الاثنين، وهذا الحق الديمقراطي لكل مواطن بيمارسه بانتقاد، ولكن ليس انتقاد الدولة. إذا كان الأمريكي من غير الأصل العربي يستطيع أن ينتقد حكومته، نحن أيضا نستطيع أن ننتقد حكومتنا. فالعرب الأمريكيون العرب هم أمريكيون أولا من أصل عربي. السؤال هلأ اللي بدي أطرحه على حضرتك متعلق بعملك بالأمم المتحدة بقسم الترجمة بالأمم المتحدة. يعني بيقولوا نخبة اللغويون واللغويين هن اللي بيشتغلوا بالأمم المتحدة. ليش برأيك الترجمة بالأمم المتحدة أكثر دقة والعمل باللغة بالأمم المتحدة أكثر دقة وأكثر حساسية من المجالات الأخرى، مع أنه أنا برأيي في يعني نصوص طبية اقتصادية أكثر تعقيدا من النصوص اللي بتقدمها الأمم المتحدة للترجمة؟ شوفي، الأمم المتحدة بطبيعتها تتحدث عن أمور سياسية دقيقة، وإذا كنا لا نريد أن تكون هناك حرب عالمية ثالثة لابد أن تكون الترجمة دقيقة. أي خطأ في الترجمة ممكن أن يؤول تأويل خاطئ ويؤدي إلى عكس ما هو مرغوب فيه. لذلك الترجمة دقيقة جدا، وإلى جانب الترجمة في مراجعة، لأنه إلا أن يسهل الأمر عن شيء، ولذلك المراجعة ضرورية في كثير من الأحيان. خصوصا يعني. لا مش proof reading، revision. revision. غير proof reading. خصوصا في النصوص الصادرة عن مجلس الأمن. لأن نصوص دقيقة يعني قرارات دقيقة، وكلمة تختلف عن كلمة ممكن تغير الفكرة تماما. ولذلك الترجمة في الأمم المتحدة ترجمة من يعين في الترجمة بيكون مر بامتحان صارم وغربلة كبيرة قبل أن يعين مترجما في الأمم المتحدة. خلينا نرجع شوي صغيرة إلى قصة مدحت كريدي اللبناني الجنسية اللي ولد بمصر. كيف بلش حبك للغة العربية؟ غير إنك تربيت وترعرعت بمصر. ولكن مش كل المصري أو مش كل اللبناني. لا طبعا، لا سيما إنه في ذلك الوقت في مصر وكان الاتجاه كله علمي. اللي بيروح اللغة الكلية الأداب هذا الذي لم يجمع مجموع لكي يستطيع أن يذهب إلى الكليات العلمية. لذلك عندما ذهبت إلى الجامعة في كلية الأداب معظم الطلاب كانوا موجودين جامعة عين شمس. على فكرة أنا بدأت دراسة الليسانس في جامعة دمشق ولمدة سنتين، وبعد السنتين ذهبت إلى جامعة عين شمس. فكل دمشق مختلف لأنه في رغبة في دراسة اللغة العربية. في مصر كان الاتجاه كله علمي علمي علمي. من لم يجمع مجموعا كافيا تجدينه في كلية الأداب. ولكن أنا شخصيا كنت أحب وأعشق اللغة العربية، ولا سيما الناحية اللغوية منها، ليس الناحية الأدبية، الناحية اللغوية. ولذلك أركز أكثر على الناحية اللغوية،
وتخصصي اكثر في موضوع اللسانيات او ما يسمى اللي هو اللينغويستكس. طيب حضرتك كمان درست اللسانيات وفقه اللغه العربيه بجامعه وهران بالجزائر. ما هي اللسانيات؟ اللسانيات هو مثلا اللينغويستكس اللي هي تحاول ان تجد قواعد عامة تنطبق على اللغات بصفة عامة، بالإضافة إلى القواعد العامة هناك قواعد خاصة بكل لغة. واللينغويستكس تجمع بين علم الأصوات فوناتكس، السينتاكس هو علم النحو، والمورفولوجي اللي هو علم الصرف. هذه هي اللينغويستكس. أنا كان تركيزي على هذه الناحية في دراسة اللغة. هل تستخدموا اللينغويستكس كمان وبتعلموها بنيويورك يونيفرسيتي بتعليم اللغة قبل، يعني لشخص ما بيعرف أبدا اللغة، هل بتبلشوا باللينغويستكس؟ لا لا نبلش باللينغويستكس. اللينغويستكس أداة، أداة في تدريس اللغة العربية. يعني مثلا في بعض في القواعد في تصريف الأفعال، لا سيما الأفعال اللي بنسميها الأفعال الجوفاء أو الأفعال المعتلة الآخر، إذا درسناها كما ندرسها في البلدان العربية فهي تدريس عقيم. إذا استخدمنا العلم الأصوات في تدريسها يسهل على الطالب فهم لماذا هذا الفعل يصرف بهذه الطريقة ولا يصرف بالطريقة الأخرى. فاللينغويستكس أو اللسانيات في نهاية المطاف أداة تستخدم في تدريس اللغة ولا ندرسها في حد ذاتها. بأمريكا استاذ مدحت نتعرف كثير على أشخاص، وطبعا بعد سبتمبر 11 أمريكيين وعم بيعلموا اللغة العربية بالجامعات أو المدارس أو الكوليجز الأمريكية. اليوم نحن بنعرف أنه اللغة اللي لازم يعلمها هو لازم يكون بيملك هاللغة as a mother tongue. شو رأيك بأشخاص يلي بيعلموا اللغة العربية ومن غير العربيين الأصليين؟ يعني عددهم قليل جدا، ولكن أنا عثرت أو تعرفت على أمريكيين من غير أصل عربي ويدرسون العربية، وإذا تحدثت معهم يتحدثون بطلاقة كاملة، ومخارج الحروف عندهم مخارج صحيحة. فهذا ليس شيئا مستحيلا، ولكن هذا الشخص طبعا لم يصل إلى هذه النتيجة بسهولة. ربما أمضى سنوات كثيرة في بلد عربي لكي يكتسب المقدرة على إتقان اللغة بهذه الطريقة إلى درجة أنه يستطيع أن يدرسها للآخرين. كما قلت ليس هناك عدد كبير من هذا النوع من الناس، ولكن يوجد من وهل تنصح يعني المشاهدين اللي هلا فجاه تحمسوا بده يدرسوا اللغه العربيه ولجأوا الى اقرب جامعه ولقوا البرنامج بيعلموا شخص امريكي، بتنصحهم؟ هل في استفاده؟ هل في ضرر؟ شو طبعا اصلا الجامعه لن تطلب من امريكي من غير اصل عربي يدرس اللغه اذا لم يكن على مستوى. فينبغي ألا يعني يكون عندهم أي شك في أو تردد إذا كان شخص أمريكي يدرس العربية. لأن هذا الشخص لن تقبله الجامعة ليدرس اللغة إذا لم يكن على مستوى. استاذ مدحت، قبل ما ننهي الفقرة، في توصيات معينة، نصائح معينة ممكن تعطيها للأشخاص، لهالشباب والصبايا يلي عم يحضرونا واللي حابين يتعلموا اللغة العربية، بداية معينة، خطوة يخطوها، غير انهم يسافروا ويرجعوا الى لبنان، سوريا، الأردن ويعيشوا هناك اذا لم يمكن؟ هل هناك مراجع معينة في الواحد يلجأ لها؟ ما كمان يتفاوت حسب سن الشخص، هل هو طفل، هل هو مراهق، هل هو سن جامعة، كله بيختلف. في كتب لتدريس اللغة العربية للمبتدئين، ويستطيع أن يبدأ بذلك الكتب، هذا النوع من الكتب. طبعا أول عقبة هي الحروف. لابد أن يعرف أن يدرس الحروف لكي يستطيع أن يكتب ولكي يستطيع أن يقرأ.
هذه أول عقبة. طيب أستاذ مدحت، مين مسؤول عن تقصير بعدم توفر المراجع أو الكتب، مثلا كتب الأطفال الفرنسية والإنجليزية متوفرة أو الإسبانية متوفرة بشكل هائل، الأبليكيشن على الآيفون والآيباد وكل التكنولوجيا الجديدة متوفرة بشكل هائل باللغات الأجنبية ولكن غير متوفرة باللغة العربية، مين المسؤول عن هالشيء؟ هذول أصحاب التكنولوجيا، مش دائما سنجد ناس يعني مستعدين عندهم الإمكانيات العلمية والتكنولوجية لكي يحولوا إلى اللغة العربية. عادة هؤلاء الناس بيكون عندهم خلفية إنجليزية وتمكنهم هو تمكن من اللغة الإنجليزية لكي ينقلوا ما يعرفونه باللغة الإنجليزية للغة العربية ليس أمرا سهلا. وفي هذه يعني مثلا برنامج وورد، سوفتوير وورد في لغة عربية، حتما أنا متأكد أنه مايكروسوفت لجأ إلى ناس متخصصين في اللغة العربية لكي يساعدوهم على كتابة سوفتوير يستطيع أن يكتب باللغة العربية، لا سيما أنه في الحروف، في حروف تشبك، في حروف لا تشبك، في حروف مستقلة، وفي هذه كلها أمور الشخص الإنجليزي أو الذي يكتب البرمجة باللغة الإنجليزية لا يعرفها، لابد من مساعدته. فلا من الصعب أن تجد شخصا يجمع بين الاثنين. نعم، خلينا قبل ما ننهي اللقاء استاذ مدحت ناخذ اتصال من زدون، متصل فينا من نيويورك، ما بعرف اذا لفظت الاسم مزبوط. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير سيدة الفاضلة. سعدون. 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 مساء الخير. تفضل. تفضل سعدون. انا سيدتي اولا اشكرك على هذا البرنامج الجميل والرائع، وأنا صديق شخصي لضيف كريم دكتور محي الدين دكتور كريدي. فمساء الخير دكتورنا العزيز. يا مساء النور يا سعدون، كيف الحال؟ أنا سعيد جدا يا دكتور بهذا المساء وهذا اللقاء، وسعدت بهذا الحديث الجميل والحديث عن تدريس اللغة العربية. فمدحت أنا فقط مداخلتي للتحية، وطبعا احب ان اقول للضيفه الكريمه وللساده المشاهدين اني عرفت دكتور مدحت تريدي لسنوات طويله في الامم المتحده مترجما قديرا واستاذا وباحثا، وسعيد بتعريشك على الامم المتحده ايضا والدور الترجمه. فيعني اشكر الاي واشكر حضرتك على اتفاق دكتورنا العزيز مدحت. ولي سؤال واحد فقط. تفضل تفضل. مدحت، فيما يتعلق بالتعليم ما سميناه باللغة المعاصرة أو الفصحى الميسرة في بعض التعبيرات، نعم قد يكون هو الاتجاه الأفضل، وأنا سبق في جامعة مالطا لفترة وكنا نستخدم نفس الشيء كما تستخدم الوي. الصعوبة فقط كما لمست ربما في زيارات في الأردن عندما يتحدث الطالب بهذه الفصحى الميسرة التي نتحدث بها الآن، يعني صحيح ألا يبدو الأمر غريبا إلى حد ما عندما ينزل للسوق، عندما يذهب إلى متجر؟ فكيف نعالج هذه المسألة؟ هذه يعني نريد أن نضيق القوة إلى حد ما بين هذه الفصحى الميسرة والعاميات. أعرف أنه سؤال طويل ولكن ربما نسمع إجابة من عزيزنا. شكرا. مع الشكر وآسف سيدتي إذا أطلت. ابدا، شكرا سعدون على اتصالك. تفضل استاذ. على فكره سعدون كان زميلي في الامم المتحده وكنا في نفس المكتب مع بعض وصديق عزيز وزميل عزيز ايضا. شكرا. طيب. مع اتصاله. بالنسبه لهذا الموضوع الذي اثاره، طبعا عندما يدرس الطالب اللغه العربيه المعاصره وهي اللغه المقابله اللغه الفصحى ثم ينزل السوق ولا يعرف الا هذه اللغه، الشخص الذي سيتحدث معه سيبتسم ويستغرب مش لهذه الدرجة، لأنه هو لا يتوقع من شخص أجنبي أن يتحدث باللغة العربية بتاتا، فهو يفاجأ منه هذا شخص غير عربي ويتكلم باللغة العربية، فهذه أول مفاجأة بالنسبة له. طبعا يجد نوع من الشيء مصطنع أنه نتحدث باللغة العربية الفصحى إذا أردنا أن نشتري خضار مثلا، خضروات، هذا شيء غير متوقع بالنسبة له. ولكن أعتقد أنا في لأنه لما ذهبنا إلى الأردن مع هؤلاء الطلاب ليدرسوا اللغة العربية ويذهبون إلى السوق ليشتروا حاجياتهم يعني ليس ويستعملون اللغة التي يعرفونها،
أصبح الأردنيون أنفسهم يقدرون ذلك. نعم. وأن هذا الطالب الأجنبي يدرس لغتنا ولابد أن نساعده. فمرحلة الاستغراب تتلاشى بسرعة. نعم ضروري نشجع كل الراغبين في التحدث باللغة العربية إلى التحدث باللغة العربية حتى ولو أخطأوا بحالات معينة، لأنه هيك الواحد بيتعلم لغة سواء كانت العربية أو غيرها. استاذ مدحت، قبل ما مرة جديدة نقول لك شكرا على وجودك معنا، خلينا ننتقل مع كليب عن تاريخ العرب في أمريكا. في سنة 1528 كان إستابينكو أول عربي من أصل مغربي تطع قدمه الأرض الأمريكية. انتقلت الموجة الأولى من المهاجرين العرب إلى أمريكا من بلدان مثل سوريا، لبنان، الأردن وفلسطين بين عامي 1880 إلى 1924. فمثلا كان على السفينة الشهيرة تايتانيك 154 عربي، بقي منهم 5 أطفال و20 امرأة على قيد الحياة. نجح الكثير من العرب واثبتوا وجودهم مثل الشاعر والكاتب الكبير الفنان اللبناني جبران خليل جبران. وكانت الموجة الثانية من المهاجرين العرب من نفس البلدان السابقة بالإضافة إلى العراق، مصر واليمن بداية من عام 1950. استقر المهاجرين العرب في أمريكا نظرا لتوافر فرص العمل والنجاح في مدن مثل نيويورك، كاليفورنيا، ديترويت وفلوريدا. والآن تعود العرب على العيش بأمريكا وأصبحوا جزءا من هذا المجتمع، يتكلمون نفس اللغة، يدرسون في نفس المدارس وينتجون كشريك فعلي في البلاد. ووفقا للدراسات تفوق العرب في أعداد الدارسين وأيضا من حيث التفوق العلمي في الجامعات والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه. والجدير بالذكر أن العرب يشغلون وظائف مهمة في شتى المناحي. أيضا يظهرون تفوق ملحوظ في التنظيم والإدارة. مشاهدينا بنرجع لاستوديو، بشكر ضيفي استاذ مدحت كريدي على وجوده معنا، وان شاء الله طبعا كلنا نتحمس الى تعلم اللغه العربيه. خلينا ننتقل الى فاصل اعلاني وبنرجع من كفي البرنامج. مش هتسالي شيء ولا خلاص؟